بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزول في اللون. حبيبتي اللي حبيت نشارك معكم الوصفة اللي هي في الطوماطيش زغروم والمناطق اللي يسموها الحميس. هذه الوصفة تقليدية وحنجيبها لكم اليوم، حبيت نشاركها معكم كما تعلمتها من عند أمي وكل منطقة كيفاش تخدمها. أول مرحلة هي أننا نغسلوا هذا الطرشي جيداً بالماء مع الطوماطيش، لأنه فيها الطرشي والطوماطيش، هذا ما فيها في المقادير. تديهم أن نحطهم في الكوشة تاعي الشوية، نشعلها من الفوق ونخليه يتشوى، وانتو ما كان اللي تحب تديره فوق طاجين، كل وحدة وين تحب تديره. ثم نحطه هنا في الكيس باه يعرق، باه نقدروا نظفوه بكل سهولة بالخف. كذاك الطرشي كي هذاك الطوماطيش، تنقيه كما راكي شايفه، تنحيلو كامل هذيك الجلده اللي من الفوق وتنحيلو الزريعه كي هو كي الطوماطيش. ثم تديه في الرحايه، انا شخصيا نعملها في هذه الرحايه اليدويه، نحب نرحيها هنايا كي الطرشي كي الطوماطيش. وكاين اللي يحب يعملها يدويا يقطعها فقط بالموس، كاين اللي يعملها في الرحايه هذيك تاع اللحم، كاين اللي يحبها خشينه وكاين اللي يحبها يعني هكذا كيما راني عاملتها انا. هذيك شوفوا كل واحد كيفاش يحب، كاين مناطق يخدموها ثاني في المهراس كيما مناطق تاع الشرق تاع الشاويه، هذه كل منطقه وكيفاش تخدمها. نزيد لها شويه ملح وتذوقي الملح كي عارفه عينك ميزانك وتذوقي، من الاحسن تنقصي فيه. ثم نزيدوا له زيت الزيتون، نخلطوه جيدا مع بعض وندوه فوق النار باه يتجمر شويه. هذه هي الطريقة تاعنا في العمل تاع هذا الحميس. بالنسبة للمغيز أنا نخدمه بالسميد الرقيق، يعني خدمته بهذا السميد. وكاين مناطق يخدموه بالسميد المتوسط. نزيدوا له شوية ملح ونزيدوا له شوية تاع خميرة، أنا نزيد له شوية تاع خميرة تاع الخبز، ممكن ما نديريهالوش، هذا يرجع اختياري. ندير لها شوية تاع الزيت، مخلطة بين الزيت وبين زيت الزيتون، ما نعملهاش انا كامل زيت الزيتون، نخلط نص بنص. ثم ندي هذيك الخليط نبسو بين صباعتي كيما نبسو المقروط، حتى كامل العجين كامل يتبس. ثم نزيد له شويه تاع الماء تدريجيا ونخلط بالاصابع تاع اليدين. ملاحظه، المغيز ولا اغروم ما يتعجنش. تقول لي امي اغروم التوبيا ماشي ذاري اري اسم سونت، يعني المغيز نجمعوه فقط، العجين هو للمطلوع فقط. هنايا جمعت فقط العجينه، اديت هذه اللوحه تاعي تاع الخشب، دائما نحط فوقها بلاستيكه باه يسهل لي كي نحيها. اولا نسطحها بيدي ولا نفلطحها بيدي، ثم بالحلال يعاونني الحلال اللي عندها قرعة تحل بالقرعة، كل وحدة وطريقتها، كاين اللي مازال تحل فقط باليد، تحليها. أنا شخصيا نحلها على نصف سنتيمتر، ما نديروش خشين، كاين مناطق يعملوه خشين بزاف، كاين مناطق ديرها متوسط، كل وحدة وتلكم الجزائر راهي قارة، كل واحد وعندها طريقة تاعها. ثم تحطيه فوق الطاجين تاعك، لازم تديريه بهذا اللون، المغيز لازم هذا هو اللون تاعو، يعني تحركيه فوق المغيز هو يطيب وأنت تحركيه. هاي الوصفة تاعنا حبيباتي، نقول لكم بصحتكم، ما تعجوز عليها، وصفة سهلة وبسيطة والتقاليد تاعنا. كالعادة راكي في قناة حاولي، دمتي متألقة وإلى موعد قريب إن شاء الله.